لا تذكر السليمانية حتى يذكر معها اسم عاصمة الثقافة والأدب في كردستان، لكن جائحة كورونا أفقدت أجواء الثقافة شيئا من رونقها. فبعد أن كانت المقاهي تعج بالقراء والندوات الحوارية والنشاطات الأدبية، تفتقد روادها اليوم، والذين فضلوا القراءة الإلكترونية للكتب منزليا تفاديا للاختلاط مع الآخرين. بعد فرض حظر التجوال، تأثرت حركة القراءة داخل مقاهي الكتب في السليمانية بشكل كبير، خاصة مع التداعيات الاقتصادية لكورونا والتي أثرت على جميع القطاعات في البلد. الأولوية بالنسبة للمواطنين اختلفت، وبدأ التركيز على تأمين الحياة المعيشية، مما أثر سلبا على اقتناء الكتب وقراءتها. والآن وبعد عودة الحياة تدريجيا، ما زلنا نفتقد للوعي العام بشأن أن عودة الحياة مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وعلينا التعايش مع تواجد الفيروس في كردستان. وعلى الرغم من تخفيف السلطات في كردستان لإجراءات التنقل ودخول مرحلة التعايش مع الفيروس، إلا أن التعليمات الصادرة من خلية الأزمة في السليمانية، والتي تشدد على تجنب التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، تحول دون ارتفاع أعداد المجتمعين داخل هذه المقاهي. مدينة السليمانية مدينة الثقافة كما يعلم الجميع، أثرت فيها كثيرا، خاصة في المقاهي وفي المكتبات كان القراء والرواد كثير التردد على هذه الأماكن للقراءة ولرؤية الكتاب وقراءة الكتاب أيضا، والآن اتجهوا للسوشيال ميديا لكي يتابعون القراءات ويتابعون البرامج الأخرى. مع الأسف يعني حاليا نرى أن الندوات أيضا قلت، خاصة الطلبة بإغلاق المدارس والكليات والجامعات كلها. كانت هل المقاهي فيها مكتبات كانت مزدحمة وبها فيها سيمينارات ونداوي شعرية وعلمية، ولكن بعد الكورونا فرغت المقاهي بالعام. مع اعتماد الجامعات في السليمانية نظام التعليم المفتوح، خسرت المكتبات والمقاهي الثقافية نصف أعداد روادها من الطلاب حتى بعد تخفيف إجراءات الحظر وافتتاح المقاهي من جديد. لقناة زاغروس في شيار محمد، السليمانية.